تأهل فريق شباب بلوزداد إلى الدور الثمني النهائي من منافسة كأس الجزائر بعد فوزه اليوم على مضيفه أولمبي المدية بنتيجة 0-1. هدف الشباب الوحيد سجله المدافع سفيان بوشار، منحا بذلك فريقه تأشيرة التأهل إلى الدور المقبل. وشهد ذات الدور تأهل وفاق سطيف بعد فوزه على أمل شلغوم العيد بخماسية لهدف واحد، كما تأهل كذلك كل من أمل بوسعادة وترجي قلمة بعد فوزهما على كل من شباب الزاوية ومولودية باتنا. هذا وتأهل أيضا شباب أهلي برج بوعريديج على حساب جمعية الخروب. في البداية يعني نشكر اللاعبين الأداء العالي اللي أدوه هنا في المقابلة فترة أطول المقابلة. بالنسبة يعني النتيجة كما يقولوا يعني الكأس هي اللي تختار، يعني اليوم اختارت شباب بلوزداد رغم السيطرة تاعنا، كنا يعني خاصة يعني كما يقولوا احنا ما استغليناش يعني الأوقات القوة تاعنا خاصة في الشوط الأول، كنا قادرين يعني نسجلوا حتى يعني في الشوط الثاني نقول باللي لعبنا 15 20 دقيقة يعني كنا قويين، وين فات علينا يعني فوت روحنا فرصة للتسجيل. المباراة كانت صعيبة شوية، مي احنا كنا وين فرضنا روحنا في ملعبنا في السطاد تاعنا سينا نحطينا بونو سيرتو بريمي ميطون اللي كنا قادرين نسجلوا اهداف، مي الحمد لله هذا هو هذه لاكوب، لاكوب تخير، احنا درنا اللي علينا مدينا افون الحمد لله، طحنا كونتر ايكيب اللي راهي كلاسي بريمي في القسم الاول، مي شفتوا اللعب احنا لعبنا درنا اللي علينا، الجوار يعطيهم الصحة ان شاء الله ان شاء الله، احنا لوبجيكتيف تاعنا الاول شامبيون ان شاء الله ولاكسيسيون ان شاء الله نكملوا لي ماتش الجاي ان شاء الله. مباراه صعبه سيرتو ليطا تاع التيران ما كانش يسمح باش نقدموا مباراه كبيره بين الفريقين، نظن ما تقدرش تلعب اليوم في التيران كيما هذا، نظن فيه بزاف روبون، مي احنا عرفنا كيف نسيروا المقابله، المهم تاهل الدور القادم.